خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نعلم الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات كيفية التيمم. نحن نعرف أن التيمم له حالات خاصة، متى ما أن الإنسان فقد الماء أو أن الماء كان بالنسبة للإنسان فيه ضرر، فيه ضرر على صحته، كأنه يخاف المرض أو يخاف أن يزداد مرضه، أو كان لا في الصحراء وما كان عنده ماء يكفي للوضوء، أو كان عنده ماء ولكن يحتاجه لشربه أو لشرب نفس محترمة كما تعبر الروايات. ففي مثل هذه الحالة مع فقد الماء يصبح عليه أن يتوجه إلى بديل الماء. ما هو هذا البديل للماء؟ هو التيمم بالتراب، التيمم بالتراب، أو بالتعبير الأدق التيمم بصعيد الأرض، وهو وجه الأرض، كل ما يسمى أرضا يتيمم به الإنسان. أي شيء يسمى أرضا بمجرد أن تطلق عليه هذه التسمية. ولذلك مثلا القير لا يتيمم به لأنه لا يسمى أرضا على سبيل المثال. وكذلك الأمور المفخورة التي خرجت عن كونها أرضا، الطابوق أصله تراب، أصله أرض، لكن عندما حولناه إلى طابوق من خلال فخره بالنار، وضعه بالنار، أصبح خارج عن مسمى الأرض، ولذلك لا يتيمم به في مثل هذه الحالة. التيمم كما هو معروف هو عبارة عن أخذ شيء من التراب أو من وجه الأرض مطلقا، نعم أفضله التراب، ويشترط في ذلك التراب أن يكون ترابا فعلا، فلو كان متحول إلى طين أو ما شابه ذلك لا يتيمم به في مثل هذه الحالة. عندما يأتي إلى التراب أول شيء يلتفت إلى يديه بحيث أن لا يكون على يديه حاجب، إذا كان هناك خواتيم عليه ماذا؟ عليه أن يخلع وينزع تلك الخواتيم حتى يصل التراب إلى جميع أجزاء اليدين. التيمم في حقيقة الأمر هو عبارة عن ضرب اليدين في الأرض، هذا أولا، ويتكون من مسحتين فقط، وهو مسح الجبهة أولا، وثانيا مسح ظاهر الكفين، مسح ظاهر الكفين. إذن التيمم مسحتان، المسحة الأولى هو أن يقوم الإنسان بمسح جبهته من قصاص الشعر إلى أعلى الأنف، إلى أعلى الأنف، هذا أولا، مع إدخال الجبينين الجانبين في مسألة ماذا؟ في مسألة المسح. ثم يمسح اليدين من مفصل اليد، مفصل الرزغ، وإلى أطراف الأصابع. الآن نحاول أن ماذا؟ أن نطبقه عمليا. نأتي إلى التراب، هذا هنا يوجد تراب في هذه الأرض، تراب، لاحظوا هذا التراب، ماذا نفعل به؟ أول شيء بعد أن خلعت الخواتيم أضرب يدي بماذا؟ بالأرض، لاحظوا مرة واحدة. لابد أن يكون هذا التراب طاهرا، قلنا، وأن لا يكون قد خرج عن مسمى التراب، كما لو مثلا رش بالماء فأصبح طينا أو أصبح نديا جدا بحيث لا يسمى تراب بل يسمى طينا، لابد أن يكون ترابا. فإذا أضرب يدي بماذا؟ أضرب يدي بالتراب الطاهر غير المخلوط بالماء بحيث خرج عن كونه اسمه تراب. بعد أن أضرب يدي لا بأس أن أنفض يدي، ثم أأتي لأمسح من قصاص الشعر، لاحظ هذا قصاص الشعر، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، لاحظ طرف الأنف، ثم أذهب يمينا، لاحظ، بحيث أدخل الجبين، ثم أذهب ماذا؟ يسارا، ثم أرجع من باب الاحتياط وأفعل هكذا، فيكون ماذا؟ أكون قد مسحت الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، وكذلك أدخلت ماذا؟ أدخلت الجبين أو الجانبين في مسألة ماذا؟ في مسألة المسح. وبعد أن أتم مسح الجبهة إلى طرف الأعلى للأنف ماذا أفعل؟ أمسح اليد، وقلنا من الرزغ مفصل اليد، هذا ما يقابل الكعب، من هذه المنطقة أبدأ إلى أطراف ماذا؟ إلى أطراف الأصابع، أولا اليد اليمنى، ثم ماذا؟ اليد اليسرى، ثم اليد اليسرى، فيتم بذلك التيمم. نعم، إذا كان الإنسان يتيمم بدلا عن الغسل الأفضل أن يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين،
أما إذا كان يتيمم بدلا عن الوضوء فقط، كما لو كان ما محدث بالحدث الأكبر الجنابة أو غير الجنابة، ماذا يفعل؟ إذا لم يكن محدث بالحدث الأكبر يضرب ضربة واحدة للوجه ولليدين. أما إذا كان محدث بالحدث الأكبر فالأفضل له أن يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وبهذا إذا تيمم جاز له أن يدخل إلى الصلاة، وجاز له أن يطوف حول البيت، وجاز له عندما يقرأ القرآن أن يمس كتابة القرآن وأن يمس لفظ الجلالة. هذا بالنسبة للتيمم على مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للخيرات. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.